بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيام مباركة تفضل الله بها على عباده ليجزل لهم الأجر ويعظم لهم المثوبة. فأمس كان هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه بأن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فأنت أيها الأخ المبارك، تفضل عليك المولى بصيام اليوم الفاضل وهو اليوم العاشر، وإذا كنت صمت هذا اليوم فهنيئا لك أيضا، لأن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فإذا صمت الثلاثة الأيام التاسع والعاشر واليوم الحادي عشر فهنيئا لك، ما أعد الله من خير عظيم وأجر وافر وثواب كثير وتجارة رابحة. وغدا هو يوم الخميس، ويوم الخميس من الأيام الفاضلة والتي ندب الإنسان إلى استغلالها في طاعة الله، ومن أهم الأمور أن يستغلها الإنسان في الصيام إذا لم يشق عليه أو على غيره. فإذا وصلت بصيام يوم غد فهنيئا لك هذا المجال، وهنيئا لك هذا العمل لتفطر يوم الجمعة إن شاء الله. فأيامنا كلها خير، فيها الأجر وفيها المغنم وفيها الثواب العظيم وفيها التجارة الرابحة. فإذا استغل الإنسان وقته واستفاد من وعد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومما أخبر به عليه الصلاة والسلام من حصول الأجر والمثوبة، فإن ذلك خير عظيم. وقلنا في درس سابق: هذا تفضل من المولى عز وجل، لأن أعمار أمة محمد بالنسبة للأمم السابقة قليلة جدا. أعمارنا كما يقول عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70، بينما الأمم السابقة يقول عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. فما بينهما نسبة من حيث الطول والقصر فرق عظيم. لكن عوضنا الله برمضان، وعوضنا بليلة القدر، ليلة العمل الصالح يساوي 82 سنة أو أكثر. وعوضنا الله بالديار المقدسة، ببيت الله الحرام وما فيه من الأجر والمغنم. صلاة واحدة هنا ب100,000 صلاة، صلاة واحدة، وليس في الحرم وحده وإنما في مكة كلها، لأن كل مكة حرم، ب100,000 صلاة. حسبها بعض العلماء قال: صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و10 أيام، وهذا من فضل الله عز وجل، ومكة كلها حرم. يسأل بعض الإخوان قبل قليل يقول: مثلا أنا لو صليت في العزيزية أو في الرصيفة أو في العوالي، نقول مكة كلها حرم، ما الدليل على ذلك؟ آية من كتاب الله عز وجل، حيث يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثابت عند علماء السير بأن الإسراء
من بيت أم هاني، وأم هاني هي أخت علي رضي الله عنهم جميعا، بنت عم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمكة كلها حرم بحدودها، يعني نقول طريق المدينة إلى التنعيم، وطريق الطائف إلى العبدية إلى الجامعة، وطريق جدة إلى يعني البوابة إلى البوابة، وهكذا من جميع الحدود. حدود الحرم معروفة، فكلها بمئة ألف صلاة، إلا أن هذه البقعة فيها من الخير والفضل والأجر والمغنم ما لا يوجد في غيره. هنا قلنا ثلاث مزايا، ثلاث مزايا توجد هنا وليست في أي مكان في الحرم. ما هي هذه الثلاث أيها الأحباب؟ نقول المزية الأولى قدم المكان، قدم المكان، مكان قديم. يقول عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، البيت هنا، فمعناه مكان قديم في العبادة والتوحيد والإنابة لله عز وجل. المزية الأولى قدم المكان. المزية الثانية التي لا توجد في أي مكان في مكة غير هذه البقعة كثرة المصلي، كثرة المصلين. هنا مثلا في الساحات، وهنا داخل، وفي البدروم والدور الأول، وفي السطوح، كلهم يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلمون عليك وتسلم عليهم، وتدعو يدعون لك وتدعو لهم. المزية الثالثة هي القرب من الكعبة. كم من الآباء، كم من الأحباب، كم من الإخوة من كان يتمنى أن يرى الكعبة أو أن يكحل عينيه بالنظر إليها، ولما يتسر له ذلك وأنت أيها الأخ المبارك أكرمك المولى وأتيت هنا إما حاجا وإما معتمرا تريد الأجر وترغب في الخير وتريد الفضيلة، فهنيئا لك هذا العمل. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل عمرتكم، وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأن يعظم لكم الثواب، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، اعتدنا أن نقرأ في مثل هذه الليلة في كتابنا وهو الكافي، الكافي لابن قدامة، وكانت قراءتنا في عملية العتق، وفي الكتابة العتق بمعنى أن يعتق السيد مولاه، أن يعتق السيد رقيقه طلبا للأجر ورغبة في المثوبة. وقلنا لا يوجد الآن في بلادنا عتق، لأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء، جميع الأرقاء قالت هم أحرار، ومن يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، فجعلتهم جميعا أحرار، فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء. لكن كمسائل علمية، كمسائل في الفقه نحتاج إليها، فهو في الرق والعتق، فنجد أن من تسبب في القتل خطأ نقول عليك الكفارة، وأولها عتق رقبة، وأن من واقع امرأته في رمضان نقول عليك الكفارة، وأولها عتق رقبة، ومن آلى نقول إذا أراد أن يرجع عليك الكفارة، وأولها رقبة، ومن ظاهر قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو كيد حماتي أو ما أشبه ذلك نقول عليك الكفارة، وأولها عتق رقبة، ومن حنث في يمين يعني حالف وأراد أن يعدل عن اليمين، فيقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. بمعنى إذا حلف الإنسان إنه ما يدخل بيت فلان، إنه ما يكلم فلان، إنه ما يعطي فلان، إنه ما يأخذ من فلان، فرأى أن من المصلحة أن يعدل فيكفر، والكفارة أولها عتق رقبة. لذلك لا بد من قراءتنا لهذا الباب
لأنه يتعلق بحكم شرعي وإن لم يكن موجودا في وقتنا الحاضر، لأن هذا الباب وهو كتاب العتق، يعني تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. ما هو الرق؟ نقول الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والعتق هو تخليص تلك الرقبة من الرق إلى الحرية. والرقيق كأي مال يعتبر مالا لا يرث ولا يورث، وكل ما لديه فهو لسيده، وإذا مات وليس له ورثة فماله يكون لمن أعتقه، ويسمى وهو سبب من أسباب الإرث ويسمى بالولاء. بالولاء، والولاء تعريفه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. هنا أيها الأحباب موضوعنا الكتابة، قد يعتق السيد رقيقه بدون مقابل، قد لا يعتقه بدون مقابل وإنما يكاتبه، والمكاتبون صنف من الأصناف الثمانية الذين يصح أن ندفع لهم الزكاة الشرعية. المكاتبون، والمكاتب هو الذي يقنع سيده بأن يكاتبه على مال، على مبلغ يدفعه على أقساط شهرية، بمعنى يقول إذا أعطيتني 1000 فأنت حر، إذا أعطيتني 2000 فأنت حر، ولا يمكن أن يعطيه نقدا، وإنما لا بد أن يكون منجما، منجما على ما سيأتينا، يعني على أقساط، لأنه حال الاتفاق العبد وما يملك لسيده. لكن إذا كان العبد ماهرا في عمل ما، في بناء، في نجارة، في صناعة، في حدادة، في كهرباء، في أي شيء من الأشياء التي يمكن أن يستثمرها، فيأخذ مالا ينفق على نفسه بعض ويعطي السيد البعض الآخر، فإذا اكتمل المتفق عليه أصبح العبد أصبح حرا وانتقل من الرق إلى الحرية. لكن لو بقي عليه ريال واحد، لو بقي عليه درهم واحد، لو بقي عليه مبلغ وجيز، فيقول العلماء بأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. إذا بقى ريال واحد وما سدد فهو يبقى على الرق، وإذا سدد المبلغ ينتهي من الرق إلى الحرية. وهذا هو موضوعنا الذي سنقرأه الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ولا تصح إلا على عوض. ولا تصح المكاتبة إلا على عوض، يعني ما في مكاتبة بدون عوض. إذا كان بدون عوض فهو عتق بدون أي ارتباط، وإنما على عوض. العوض هذا قد يكون خدمة وقد يكون نقدا. العوض قد يكون على 1000 ريال، على 10,000 ريال، على 20,000 ريال، يدفع مبلغ أو منفعة على أن تخدمني شهرا، على أن تعمل لدي سنة، على أن تعمل لدي 6 أشهر، منفعة فلا يصح. أما إذا قال مثلا أكاتبك على أن لا تدفع لي شيء، نقول لا، الكتابة لا بد أن يكون لها مقابل، فإما نقدا وإما منفعة. فيقول هنا لا بد أن يكون أن تكون الكتابة على منفعة، إما نقد منجمة 2000 ريال كل شهر 1000، 5000 ريال كل شهر 1500 ريال، وهكذا، أو منفعة أن تعمل لدي شهر أو تعمل لدي شهرين. وأما إذا قال أن تبقى عندي إلى وفاتي فهذا يسمى بالمدبر. بالمدبر، وقد مر بنا في درسنا أمس المدبر
وهو أن يقول السيد لرقيقه: أنت حر بعد وفاتي. نعم، لأنها عقد معاوضة فأشبه البيع، ومن شرطه أن يكون مؤجلا، ومن اللوازم أن يكون مؤجلا، لأنه إذا كان حال العبد ما عنده شيء، حتى الثياب اللي عليه، الساعة اللي بيده، القلم اللي في جيبه، كل هذا ملك لسيده، فلا بد أن يكون ثمن الكتابة مؤجل. أما إذا كان حالا فما معه ليس له، فهو لسيده. نعم، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك، فيفوت المقصود. وأن يكون منجما، وأن يكون منجما، منجما بمعنى مقسط، كذا يا بفهد، مقاقصط. وعندنا مثلا في أصول التفسير نقول: نزل القرآن منجما في نحو 23 سنة، كذا شيخ تركي، نزل القرآن منجما، يعني مو هو دفعة واحدة، نزل منجما على حسب الوقائع، على حسب الأحوال، على حسب ما يأتي من الأسئلة، على حسب الحوادث، نزل القرآن منجما. وهنا يقول: لازم أن يكون ثمن الكتابة منجما، لأنه إذا كان حال منين يعطي؟ ما عنده شيء. نقول: عنده بيت، البيت ما هو له، لسيده. عنده سيارة، السيارة ليست له، لسيده. عنده شيء يلبسه أو لباس زينة، فكلها ليست له، فلا بد أن يكون منجم لأجل يعمل ويحصل على العوض ويعطي سيده ويأكل من الباقي. فهذا معنى قولي منجما. نعم، وأن يكون منجما نجمين فصاعدا، نجمين يعني أبعطيك بعد العقد هذا بعشرة أيام 1000 ريال، وبعده بشهر 2000 ريال، يعني نجمين على الأقل، لأنه حتى نجم واحد ما يستطيع كل القيمة يدفعها له. نعم، في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي، لأن عليا قال: الكتابة على نجمين. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يقول: الكتابة على نجمين. وهذا فيه راحة للمكاتب، وفي فائدة لمن يكاتب. نعم، والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى: يجوز جعل المال كله في نجم واحد. يجوز جعل المال كله في نجم واحد، يعني الرجال يشتغل وعنده همة، وعنده مثلا عارف، يعني مثل ما نقول هنا معلم بلاط، ولا معلم سيراميك، ولا كذا، يستطيع يأخذ مقاولات وخلال شهرين ثلاثة ومحصله، يقول: الآن ما عندي شيء، لكن في واحد ربيع أول، يعني بعد شهرين من الآن وشهرين ونص أعطيك المبلغ. فيجوز أن يجعله إذا كان في ذلك مصلحة. نعم، لأنه عقد شرط فيه التأجيل، فجاز على نجم واحد كالسلم. كالسلم. ولأن لحظة كالسلم. ناظر أبو فهد، يلا يا أبو فهد، ما هو السلم يا بني؟ أحسنت. نعم، أحسنت، هذا هو السلم. وقد أجاب أبو فهد إجابة موفقة. ما هو السلم؟ السلم أو السلف، ففي لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق، من يقول السلم ومن يقول السلف. ما هو السلم أو السلف؟ نقول: عقد يا شيخ تركي، على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، لابد، هذا هو تعريف السلم. وأنا بشرح الآن التعريف باختصار: عقد على موصوف. ما هو الموصوف؟ أنا يجي مزارع وعنده نخل، أقول: على أن تعطين مثلا 1000 كيلو تمر سكري، تمر برحي، تمر مثلا من نوع كذا، تمر إخلاص، موصوف في الذمة. الآن ما في شيء، ولا أطلع النخل ولا أبر، تو في الذمة بثمن مقبوض. المزارع بحاجة إلى بترول للمكينة، وبحاجة إلى سماد،
وبحاجة إلى حبوب ليزرع، وبحاجة إلى رعاية للنخل وتنظيف لها، فيحتاج إلى عمالة، فنعطيه المبلغ لأجل أن يشتغل في النخل. هو عقد. المهم التعريف، ما هو السلم أو السلف؟ نقول السلم هو عقد على موصوف في الذمة. ما هو الآن؟ لكن إذا الآن لا، ما يصير. عقد على موصوف في الذمة بثمن دراهم مقبوض، تقبض الدراهم في مجلس العقد، علشان يأخذها المزارع يروح يشتري بترول للمكينة، ويروح يشتري سماد، ويروح يشتري حبوب، ويشتري مثلا ما يصلح النخل، وهكذا بثمن مقبوض في مجلس العقد. فلا بد من توفر هذا التعريف وانضباطه وعدم الإخلال فيه. نعم. ولأن القصد بالتأجيل. طيب، سألنا الآن، سألنا أبو فهد عن السلم، أريد أسأل الشيخ تركي عن الشفعة. ما هي الشفعة يا بني؟ الشيخ تركي، ما هي الشفعة؟ انتزاع ممن؟ إيه، كمل يا بني. أحسن. انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لكن لو انتقلت له هبة، أنا قلت عندي عرض زايدة ما أريدها، ترها لك يا أبو شيخ تركي، هذه هبة ما يمكن ينزعها. لو مثلا ذهبت للأوقاف قلت أنا عندي عرض استغني عنها، والحارة بحاجة إلى مسجد، أبي مسجد، ما يقدر أحد يأخذه. لو جيت مثلا أخطب من واحد قلت أبيك تزوجني بنتك وعندي لها مهر، قالوا وش المهر؟ قلت أرض بمكان كذا وكذا، وتم الزواج، ما يمكن أحد يشفع فيه. لكن انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. كذا يا شيخ عبد الله؟ من أول نكثر عليك، لكن جوا الجماعة صاروا انتبه، ترى السؤال اللي بيجي لك. يلا. ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده. لأن القصد من التأجيل إمكان السداد. أما لو كان حاضر ما عنده، ثيابه اللي عليه ليست له وإنما هي لسيده. نعم. ويحصل ذلك في النجم الواحد. نعم. والأحوط نجمان فصاعدا. الأحوط نقول يدفع كذا بنهاية محرم، ويدفع كذا بنهاية ربيع الأول، ليصير عنده فرصة أنه أخذ مقاولة، أخذ شغلة، اشتغل، احترف الرجل وحصل. نعم. ويجب أن تكون النجوم معلومة. ويجب أن تكون النجوم، يعني ما نقول على دفعتين بس، لأن يمكن لو قلنا على دفعتين هو يقول دفعة الآن ودفعة بعد سنتين، والسيد يقول دفعة الآن ودفعة بعد 10 أيام. فيجب أن تكون النجوم معلوم وقتها، معلوم سدادها، لا إشكال فيها ولا غموض. نعم. ويعلم في كل نجم قدر المؤدى، وأن يكون العوض. ويعلم في كل نجم قدر المؤدى، يعني يمكن النجم الأول يدفع 1000 ريال، والنجم الثاني يدفع 5، النجم الأول يدفع 500 ريال، والنجم الثالث يدفع 20,000، لأنه يكون اشتغل. يعلم في كل نجم القدر الذي يؤديه من عليه المال. نعم. وأن يكون العوض معلوما بالصفة. نعم. لأنه عوض في الذمة. العوض معلوم بالصفة. نقول مثلا درهم، نقول ريال سعودي. لو كنا مثلا في الإمارات نقول درهم الإمارات، لو كنا في البحرين نقول دينار بحريني، لو كنا في قطر نقول ريال عماني، ريال قطري، لو كنا في صلالة أو كذا نقول ريال عماني، وهكذا. يعني يكون معلوم نفس النوع العملة التي يدفع، لأنه من بلد إلى بلد يختلف. نعم. فوجب فيه العلم بذلك كالسلم. كالسلم، كالسلم يكون موضح. ما نقول تمر فقط، نقول تمر سكري، تمر إخلاص، تمر مثلا، نعم، تمر سكري خلاص كذا كذا إلى آخره، من أنواع تمر صجعي، تمر برني إلى آخره. نحدد، لأن التمر يختلف، في تمر الكيلو ب10 ريال
وفي تمر الكيلو ب50، ولا تصح إلا على عوض يصح السلم فيه لما ذكرناه. وذكر القاضي أنه يحتمل أن يصح على عبد مطلق، نعم، بناء على قوله في النكاح والخلع، والصحيح ما قدمنا، ما قدمنا أنه مفصل ومبين وموضح بحيث لا يكون هناك إشكال ولا غموض. نعم. فصل. وتجوز الكتابة على منافع، يعني تجوز الكتابة على مبلغ، وتجوز الكتابة على منفعة. هذا ما عنده مبلغ بس قال على شرط أنك تخدمني لمدة سنة، على شرط أنك تحرس المكان الفلاني لمدة 6 أشهر، على شرط أنك تبني لي كذا وكذا، فإذا أكملتها فهذا مقابل للكتابة، فيجوز على المنفعة. لأن عندنا في البيع، عندنا البيع، جيناك يا شيخ عبد الله عرف البيع يا بني. الشيخ مكاي يقول لا، وانت شيخ دركي جاوب ولا لا جاوب. البيع هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض. لا لا، هذا السلم. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. لأن عندنا الكلام هذا سطر إلا رباع يشمل 9 صور. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، فيكون عندنا عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بدين بعين، عين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، فيشمل 9 صور. البيع، قول يا شيخ عبد الله عرفوا يا بني، مباحة، لأن عندنا منفعة غير مباحة لا يصح أن تدخل في الموضوع. نعم. فصل. وتجوز الكتابة على المنافع لأنها تثبت في الذمة بالعقد، فجازت الكتابة عليها كالمال، وتجوز على مال أو خدمة. وتجوز على مال وخدمة. نعم. لأن كل واحد منهما يصح أن يكون عوضا منفردا، فصح مع الآخر كالمالين. كالمالين يعني مثل لو قال كذا درهم وكذا دينار، كذا جنيه استرليني وكذا ريال سعودي، فيقول هنا مبلغ كذا وخدمة كذا. نعم. فإن كاتبه على خدمة شهر أو شهرين متواليين فهو كالنجم الواحد لأنها مدة واحدة، فإن قال على أن تخدمني شهرا ثم تخدمني عقيبه شهرا آخر صح لأنهما نجمان، وإن قال على خدمة شهر ودينار بعده بيوم صح لأنهما نجمان، فإن جعل الدينار مع انقضاء الشهر أو في أثنائه صح لأن الخدمة بمنزلة العوض في الحال، فصار كالأجلين، ويحتمل ألا يصح لأنهما في مدة واحدة فكانا نجما واحدا، وإن جعل الدينار حالا عقيب العقد لم يصح لأنه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة، فإنها وإن كانت بمنزلة الحال فهو قادر عليها. عندنا عقود أيها الأحباب، عقد نقول عقد جائز. الوكالة، أنا وكلت الشيخ بكاي، بدأ لي بعد يوم ويومين أخلع الوكالة. الوكالة الوصية، أنا وصيت للشيخ عثمان، بدأ لي بعد أيام أن أعدل في الوصية، فهذا عقد جائز. بينما الوقف عقد لازم، إذا قلت وقف خلاص. البيع عقد لازم، إذا بعنا تم البيع، ما في مجال للأخذ ورد. فيقول هنا الكتابة عقد لازم،
إذا العبد اشترى نفسه من سيده بمبلغ فليس من حق السيد أن يرفض، وليس من حق العبد أيضا إلا إذا ما استطاع السداد فإنه يعني يعود إلى ما كان عليه ما بقي عليه درهم. نعم. فصل. والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال، وعنه أنه يملكه ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب. قبل عجز المكاتب السيد يمكنه أن يفسخ إذا عجز المكاتب عن السداد. نعم. لأنه أسقط حقه منه بالعوض فلم يملك ذلك قبل العجز عنه كالبيع. وللعبد الامتناع من الأداء لأنه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه كدخول الدار، ولا تبطل بموت السيد ولا جنونه. يبطل بموت السيد ولا جنونه، لو مات السيد أولاده يحلون محله ولا يقولون والدنا باع وحنا ما نقر البيع. إذا انتظم العبد في السداد للورثة فهم يحلون محل مورثيهم. نعم. ولا جنونه ولا الحجر عليه ولا جنون العبد، لأنه عقد لازم فأشبه البيع، وينتقل بموت السيد إلى ورثته لأنه مملوك لمورثهم فانتقل إليهم كالقن. يعني العبد اللي ما طرى على كتابه مات السيد ورثه الأولاد. نعم. فإذا أدى إليهم عتق وولاؤه لمكاتبه. يعني الورثة ليس لهم الولاء، وإنما الولاء لمكاتبه. فإذا مات المكاتب فولاؤه يعني ولاء العبد لأولاده الذكور دون الإناث، وهذا داخل في قولنا يا أبا فهد إن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتق. فالآن يا شيخ تركي لو أن شخصا يعني كاتب عبده ثم مات هذا السيد وله أولاد بنين وبنات، هذا العبد المكاتب صار حرا وصار له مال فمات وليس له وارث، ما والذي يرثه هو مكاتبه، ومكاتبه قد مات فيرثه الأولاد دون البنات، وأما أخوات الأولاد لا يرثن لأنهن لم يعتقنه ولم يعتقه من أعتقنه، وإنما والدهن فإخوتهن هم الذين يرثون، وهذه مسألة هامة. نعم. لأن السبب وجد منه، ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال. ما يجوز شرط الخيار يقول أبا كاتبك ولي الخيار لمدة أسبوع، لي الخيار لمدة أو لك الخيار، ما في خيار، إذا كاتبوا خلاص من حين عقد الكتابة يلزم. نعم. والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده فلا معنى للخيار، وإن اتفقا على الفسخ جاز لأنه عقد. إذا اتفقوا الاثنين كلهم، العابد قال أنا ودي أبطل والسيد قال ما يخال ما عندي معنى، نقول خلاص ما صار شيء، لكن لو واحد عارض لا. لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال فجاز فسخه بالتراضي كالبيع. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا في هذه الليلة المباركة، على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد، وفي نسك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هذا في درسنا في يوم غد. أما الجمعة والسبت فكما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا لإكمال هذه المسائل، وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.